والآن إلى آخر أخبار الكرة والملاعب. وأمير نايهاب، شكراً لكم يوسف وصحر، والآن جولة رياضية جديدة في أبرز الأحداث محلياً وعالمياً. تنطلق غدا مواجهات الجولة 11 من الدوري الممتاز، حيث يستضيف الأهلي فريق بيراميدز، بينما يحل الزمالك ضيفا على أسوان، ويلتقي المصري البورسعيدي مع الداخلية، في حين يواجه الاتحاد السكندري فريق أنبي. وخسر توتنهام هوتسبير من ضيفه أستون فيلا بهدفين نظيفين في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي، وبهذه النتيجة رفع أستون فيلا رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني عشر، بينما توقف رصيد توتنهام عند 30 نقطة في المركز الخامس. وتعادل تشيلسي مع مضيف نوتنغهام فورست بهدف لمثله في الدوري الإنجليزي، وبهذا التعادل ارتفع رصيد تشيلسي إلى 25 نقطة في المركز الثامن، بينما رفع نوتنغهام فورست رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثامن عشر. وفاز موناكو على ضيفه ستاد بريست بهدفين دون رد في الجولة 17 من الدوري الفرنسي، وفي مباراة أخرى بالجولة ذاتها تغلب نانت على ضيفه أوكسر بهدف مقابل لا شيء، بينما خسر ليون من ضيفه كليرمون فوت بهدف نظيف. وأعلن نادي أبولون ليماسول القبرصي عن ضم المحترف المصري عمرو وردة في فترة الانتقالات الشتوية، وكان نادي أنورثس القبرصي آخر فريق يلعب له وردة، حيث خاض معهم 53 مباراة، سجل خلالهم 12 هدفاً وصنع مثلها. أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي عن قطع إعارة حارس سلوفاكي مارتن دوبرافكا من مانشستر يونايتد. وقضى دوبرافكا 4 أشهر مع مانشستر يونايتد، شارك خلالها في مباراتين، حيث استقبل هدفين في انتصار مانشستر يونايتد على أستون فيلا في كأس الرابطة، قبل أن يخرج بشباك نظيفة أمام بيرنلي في نفس المسابقة. انتهت الجولة الرياضية، والعودة إليكم مرة أخرى يوسف وصحر. شكرا لك مرنا.